وفي المحور الاقتصادي أكد المتحدثون أن الأمان الوظيفي ليس موجودا في القطاعين العام والخاص لمن لا يملك الكفاءة، مشيرين إلى أن الحكومة متعاونة مع المستثمرين بما يسهل عليهم الإجراءات، وأن قانون البيئة الاستثمارية عالج عدة معيقات وبسط الإجراءات. الأمان الوظيفي مش موجود لا بالحكومة ولا بالقطاع الخاص لمن ليس لديه الكفاءة. بنظام الخدمة المدنية إذا بتاخذ مقبول مرتين يحق للمرجع المختص أنه ينهي خدماتك دون إبداء أي سبب، وينطبق الأمر على القطاع الخاص. من يثبت الكفاءة والموجودية هو اللي بيستمر في عمل. طبعا موضوع زيادة الرواتب سيدي، هناك زيادة سنوية مقررة سواء من الحكومة أو من القطاع الخاص. الحكومة يحكمها نظام الخدمة المدنية، والقطاع الخاص بصفة وزير عمل هناك لجنة ثلاثية مشكلة من العمال وأصحابين العمل ووزير العمل، هي من تحدد الحد الأدنى للأجور مع الأخذ بعين الاعتبار جملة من المتغيرات. ما بقدر أربط الزيادة في الأجور بمعدل التضخم، لأنه إذا أخذنا على مدار الثلاث سنوات الماضية في العشرين تضخم بالسالب، هل يعقل أنا كحكومة ولجنة أخذ قرار أني أنزل رواتب العمال؟ هذا أمر مرفوض. لكن قرار الأخير اللي أخذناه ثبتنا الأجور على 260 دينار لأنه مرينا بظروف قاسية. إحنا عم نستفيد من خبرات القطاع الخاص، لأنه في هاي مشاريع خدمة عامة وبنية تحتية ما بيقدر القطاع العام إنه يقوم فيها، لأنها بدها تمويل كبير ولأنها بدها خبرة متخصصة، فعم نتشارك فيها مع القطاع الخاص حتى نكتسب من الخبرة، يعني نستفيد من خبراتهم ونستفيد من التمويل. هاي واحدة. هلأ بدي أبدأ بسؤالك بالنسبة لأعداد المستثمرين. إحنا اقتصاد مفتوح، واللي بيطلع ما بتقدر تمنع حدا يطلع، وبالعكس بترحب باللي بيدخلوا، ولكن إلا بالأخير بالأرقام. السنة الماضية حسب أرقام البنك المركزي الاستثمار الأجنبي المباشر كان متوقع حسب رؤية للتحديث الاقتصادي 600 مليون دينار أردني، إجا 807 مليون دينار، الأمر اللي بيعني أنه الاستثمارات زادت وزادت عن السنة اللي قبلها. 78% منها كان استثمارات جديدة، و22% عبارة عن إعادة تدوير لأرباح موجودة.